بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا سليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل حتى إذا أتوا على وادي
الايمان وجنوده قولها
فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا صدق الله العظيم.
الصالحين وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفضل فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله
أخذتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله صدق الله العظيم السبيل فهم لا يهتدون
ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله في السماوات والأرض. صدق الله العظيم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. صدق الله العظيم. قالت يا أيها الملأ
صدق الله.